السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. نتابع دروس اللغة العربية، ودرسنا لهذا اليوم في مادة القراءة للصف الخامس بعنوان العودة إلى الجذور. شاهدوا معي الصورة، انظروا في الصورة، نرى صورة لإحدى المطارات في دولة لبنان. يستخدم المطار طبعا للسفر إلى دولة أخرى. كل منا يحلم بأن تكون حياته سعيدة مليئة بالهناء، ولكن يمر على الإنسان بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضيقة حيث تضيق به الحياة زرعا. وصديقنا عصام يعيش في قرية وديعة في إحدى قرى لبنان الجميلة تحفوها الغابات الصنوبر، غابات الصنوبر والأرز، ويمر بها نهر رقراق جميل. لكن الظروف الاقتصادية الضيقة التي حالت به وفقر حالته ضاقت به زرعا، لذلك قرر أن يهاجر خارج لبنان. لنقرأ الدرس ونرى ماذا حصل مع صديقنا عصام، وإلى أي دولة هاجر، وماذا قرر أخيرا. لنقرأ الدرس. اقرأوا معي. العودة إلى الجذور. ارتمى عصام على المقعد المحشو قشا، وأجال حول نظراته حائرة، ثم أخذ رأسه بين يديه مفكرا، فهرعت أمه إليه: ولدي، أنت شاب في مقتبل العمر، لا تدع لليأس سبيلا إلى نفسك، الدنيا عسر ويسر، فاصبر على دهرك يأتيك الفرج. تململ عصام في مجلسه وقال: ما نفع عافيتي وشبابي في هذا الإفلاس الأسود؟ لا عمل لا مورد، إن هذه البلاد لا تسكن، بل إن هذه حالة لا تطاق، فلا بد من الرحيل. ورحل عصام إلى الكونغو، غادر قريته التي تكللها غابة من الصنوبر دائمة الاخترار، ويخلوها فردوس من الكروم، وتتفجر من صخورها ينابيع كوثرية، وتهب عليها نفحات السعتر والقويسة والريحان. إذا عصام في المقطع الأول ضاقت به الحياة زرعا، وأصبح فقيرا ولا مال لديه ولا عمل، ولم تعد تعجبه الحياة في القرية، فماذا قرر؟ قرر عصام أن يهاجر خارج لبنان. لكن أمه قالت له: اصبر يا ولدي، الدنيا عسر ويسر، وعلينا أن نصبر على الدهر ليأتي الفرج بعده. لكن عصام لم يستمع إلى كلام أمه، وقرر السفر إلى خارج لبنان. إلى أين رحل عصام؟ هاجر عصام إلى دولة الكونغو. دولة الكونغو هي من الدول الأفريقية. هاجر عصام إليها باحثا، تاركا قريته الجميلة التي تحفوها أشجار الصنوبر الجميلة والرياحين العطرة التي تخرج منها، وسافر إليها. لنرى ماذا حصل مع عصام عندما وصل إلى مدينة الكونغو. وراح يبحث عن عمل في مدرسة، في حانوت، في حقل، فاستخدمه تاجر لبناني الأصل، واختبر أمانته، فوثق به وأصبح يلعب بالألوف، إلا أنه لم يشعر بما كان يحلم به من الطمأنينة والارتياح. إذا عند وصول عصام إلى دولة الكونغو، صح تحسنت أحواله المادية وأصبح لديه الكثير من المال، لكنه لم يعش الحياة التي كان يعيشها في القرية. ليس لديه أصدقاء، ليس لديه مثلا أماكن جميلة يخرج إليها، فقد أصبح يحن إلى الليالي والسهرات الجميلة التي كان يعيشها في قريته. فماذا قرر عصام؟ تذكر عصام الفرق بين مدينته الجميلة أو قريته الجميلة وبين دولة الكونغو، حيث اعتاد أن يخلو بنفسه كل مساء، فإذا به يعجز عن كبت الحنين، يعجز عن كبت الحنين المتدفق من أعماقه. تذكر عصام قريته وقال: أين شمسنا من هذه الشمس؟
هذه تشرف لتحرق لتشوي الأجساد لتقتل النشاط. وسوف أتابع من الكتاب. أين شمسنا من هذه الشموس؟ تشرق لتحرق لتشوي الأجساد لتقتل النشاط، وتلك تطل من وراء الجبل لتبعث الدفء وتجدد الحياة ولتوقظ الهمم ولتغذي البقول وتنضج الثمار. وأين نسماتنا من هذه الرياح؟ هذه تحمل الرطوبة إلى الصدور والعفونة إلى الأنوف والمسامع، وتلك تنساب مضمخة بعبير الزنابق وأريج الورود. وتصاعدت من أعماقه الذكريات، ذكريات سهرات الشتاء الحافلة بالأنس في وجه الزعازع والأصيل والضاحكة للرعود إلى جانب موقد تتوهج نيرانه حطبه تتوهج نيران حطبه هازئة بالسقيع، وذكريات ليالي الصيف في الكروم وصبحيات الربيع واحتساء القهوة في ظل الياسمينة وذكريات الأعياد والصداقة. إذن قارن عصام في هذا المقطع بين طبيعة قريته الجميلة والطبيعة الموجودة في مدينة الكونغو. لذلك تابع عصام قال: وفي ذات صباح هب من نومه باكرا، وما هي إلا هنيهة حتى كان في متجره مشرق الوجه متدفق النشاط، وقال: أتريد شيئا من لبنان يا وهيب؟ هل اعتزمت السفر؟ هز عصام رأسه إجابا ولمعت عيناه بعد يومين أو ثلاثة. إذن فجأة بعد كل الأمور التي مرت مع عصام وبعد الصعوبات وبعد أن أصبح لديه المال، لكنه لم يرتاح في الغربة. رغم وجود المال معه لكنه لم يجد حياة هنيئة في المدينة، بعيدا عن وطنه، بعيدا عن أهله، عن أحبائه، عن أصدقائه، عن الذكريات الجميلة التي عاشها في قريته. لذلك بعد كل ذلك قرر العودة إلى حضن وطنه والعيش بين أسرته وفي أحضان قريته الجميلة، حتى وإن اشتغل في الزراعة والفلاحة لكنه فضل ذلك على العيش في مدينة تملأها ضجيج السيارات والأعمال ولا أحد يلتفت إلى الآخر إلا في المناسبات. في المقطع الأخير وصل عصام إلى القرية، إلى عناق أمه، إلى ترحيب الشباب وزغردات الصبايا. ومنذ اليوم التالي شرع يقيم الرزقات، يطعم البطم فستقا ويبني الحفاف المتهدمة ويقلم الكرمات والزيتونات وينظم أبيات العتابة. قالت إحدى الفتيات لأم عصام: هنيئا لك يا خالتي، كم تغير عصام. تغير؟ ليته يؤبرني، فهو هو كما كان، قولي تجوهر وعاد إلى أصله. ألا تذكرين أباه؟ الأصل لا يموت يا ابنتي، والغربة تصقل الرجال. طبعا النص للكاتب جورج مصروعة، وهو مأخوذ من إحدى القصص اللبنانية الكثيرة في دولة لبنان. إذن بعد أن قرأنا الدرس وشرحنا معظم أفكاره، أبرز الأفكار التي مرت معناها هي في المقطع الأول. نركز الأفكار الرئيسة في المقطع الأول كانت تتحدث عن تململ عصام من الوضع الاقتصادي السيء وتفكيره بالهجرة. بعد أن هاجر ماذا حصل؟ إذن هاجر عصام من القرية، أو هجرة عصام من القرية إلى الكونغو. عندما وصل إلى الكونغو ماذا حدث معه؟ تغير أحوال عصام في الغربة وحنينه الدائم لقريته. أصبح لديه المال الكثير لكن لم يهنأ في حياته. أيضا في المقطع الرابع بعد أن شعر بالحنين إلى وطنه، قرار عصام بالعودة إلى حضن وطنه. وأخيرا في المقطع الأخير عودة عصام إلى القرية وترحيب الجميع به وفخرة أمه به. إذن هذه معظم الأفكار الرئيسية التي مرت معنا في الدرس القراءة. أما أبرز المفردات الجديدة التي مرت معنا فهي أبرز المفردات الجديدة لنلاحظ مثلا مر معنا في المقطع الأول وأجال. ما معنى أجال؟ أجال نظره أي أداره، أجال أي أدار نظره
على زاوية ما. أيضا مر معنا أنت شاب في مقتبل العمر. ما معنى شاب؟ أي لم يظهر فيه أثر الكبر. أيضا مرت معنا كلمة في هذا الإفلاس الأسود. الإفلاس، كلمة الإفلاس أي خسارة المال. أيضا مدينة قرية عصام وصفها الكاتب بأنها فردوس. فردوس، كلنا نعرف بأننا نعرف أن كلمة فردوس مرتبطة بالجنة، إذا لكثرة جمال قريته وصفها بالفردوس أي هي جنة، وهنا تعني بستان كثير الخضرة. أيضا مرأة معنا القويسة. ما معنى القويسة؟ وهي إحدى النباتات ذات الرائحة الطيبة، وهي وردية اللون ولها بعض الفوائد الطبية. هذه معظم أو أبرز الكلمات الجديدة التي مرت معنا في الدرس. إذن لنتابع الآن ونشاهد أو نتعرف إلى أبرز أو حواش النص ودلالاته. ما هي حواش النص ودلالاته؟ عرضنا، إذا كان عنوان الدرس العودة إلى الجذور، إذا عنوان الدرس هو العودة إلى الجذور. وفي بداية الدرس عرضنا صورة. ما هي الصورة؟ الصورة هي وسيلة لشرح الدرس وتفسيره. أيضا شرح المفردات أي معاني الكلمات الصعبة والجديدة. الكاتب لمن؟ ما اسم الكاتب؟ الكاتب هو جورج مصروع. من أي كتاب أخذت هذا الدرس؟ هو ليس كتاب ولكنها مجموعة من القصص اللبنانية أخذ منها الكاتب جورج مصروع الدرس. نتعرف أيضا لبعض المترادفات. أيضا تعرف بعض المترادفات في النص. مثلا مرت معنا كلمة سبيلا لليأس. ما معنى سبيلا؟ أي طريقا. لا يعرف لليأس سبيلا أي طريقا لليأس. أيضا اعتاد أن يخلو بنفسه. اعتاد أن يخلو بنفسه أي ينفرد بنفسه، يجلس ليتفكر قليلا. أيضا مر معنا احتساء القهوة. ما معنى احتساء القهوة؟ أي شرب قهوة. أيضا لا يستطيع كبت الحنين إلى وطنه. ما معنى كبت؟ كبت الحنين أي إخفاء الحنين. الشخص لا يستطيع أن يخفي حنينه إلى وطنه، فمهما تغرب في بلاد الدنيا يحن إلى بلده الأم أو مكان ولادته الأصلية. أيضا هذه حالة لا تطاق. ما معنى لا تطاق؟ هذه الحالة التي وصل إليها عصام أي لا تحتمل. لا تحتمل. أيضا بعض، ورد معنا في النص بعض الحكم التي قالتها أو نصحت بها أم عصام ولدها عصام. أهمها الحكم الدنيا عسر ويسر، أي الدنيا مرة تأتي يسيرة ومرة تأتي عسيرة، ولكن أملنا بالله كبير أن كل عسر بعده يسر. أيضا اصبر على دهرك يأتك الفرج. علينا أن نصبر، من أهم صفات الإنسان عليه أو من أبرز الأشياء التي يجب أن يتمتع بها الإنسان هي الصبر. الصبر على الحياة، الصبر على مشقاتها، لأن أملنا بالله كبير بأن بعد كل صبر أو مكافأة الله لنا بعد الصبر بأنه يأتي الفرج. أيضا قالت الأم عصام جملة أخيرة في الدرس، قالت الغربة تثقل الرجال. الغربة تثقل الرجال أن إنها تقويهم، تحثهم على تقوي شخصيتهم وتدعمها. هذا كان أبرز أفكار أو الأفكار الرئيسة والمفردات الجديدة في درس القراءة. أتمنى منكم قراءة الدرس وحل الأسئلة صفحة 69، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.